هاي يا أصحابي، أهلا بيك يا أصحابي، عاملين إيه؟ أهلا بيكم معانا في قناة ألعابي. يلا نلعب يا أصحابي. واو، النهاردة يا أصحابي جايبين لكم قط جميل قوي. احنا جايبين لهم إيه النهاردة؟ قط. جايبين لهم توم القط، توم اللي بيتكلم طبعا كلنا عارفينه، أكيد بنلعب بيه على الموبايل بتاع مامي وبابي، صح؟ ايه رأيكم النهاردة نشوف اللعبة الجميلة دي ونلعب بيها مع بعض؟ يلا. ايه رأيك؟ يلا بينا، يلا بينا. هنشوف الأول مفتاح الباور بتاعه. نفتح كده، افتحي كده. ايه ده؟ مش بيشتغل. مش بيشتغل، الظاهر مفهوش بطارية. طب تعالي نشوف الأول البطاريات. فعلا يا اصحابي مفيش فيه بطاريات خالص. تعالي يا اصحابي نعد البطاريه. عدي كده، هو عايز كام بطاريه؟ 3. عايز 3 بطاريات. 3 بطاريات علشان نقدر نشغله. ادي 3 بطاريات معانا. طب ادي اول واحده. ما ينفعش احنا اللي نحط اللي احنا ممكن نركبهم، بس ممكن نركبهم غلط. فيستحسن حد كبير ان هو اللي يركبهم لنا. ادي البطاريات بتاعته ركبناها خلاص. هنقوم ايه نقفل عليها كده، نقفل كويس عشان ايه ما تتخلعش ولا تتحرك من مكانها كده. تمام. ايه رايكم يا اصحابي في توم اللي بيتكلم ده، في القط توم؟ لونه ايه يا يارا؟ لونه لبني. لا لبني لبني. انت مش عارفه اللون اللبني؟ لبني، ولابس بيبيون حمراء. حمراء في اصفر. حمراء في اصفر، جميله قوي. وعينيه جميله كمان. دي شنبات، وشنبات القط. مش احنا عارفين ان القط بيبقى ليه شنبات كتيره قوي؟ زي الاب. شنبات، ايوه شنبات. ماشي، شكله جميل قوي، شكله حلو قوي قوي. القط توم يا اولاد بيجي يحكي لنا قصص. أصحابي بيحكي لنا قصص. استني بس لما اكلم اصحابي اعرفهم بس حاجه مهمه قوي عايزه اقولها لهم. ان احنا بالليل لما بنيجي ننام بنبقى عايزين نسمع قصه ونقول لمامي يحكي لنا قصه او بابي يحكي لنا قصه. لا، ممكن نجيب اللعبه دي ونحطها على الكومودينو جنبنا واحنا نايمين وهي تحكي لنا القصص اللي احنا عايزين ايه نسمعها قبل ما ننام. ايه رايكم في الفكره دي؟ فكرة حلوة مش كده؟ بيغني أغاني كتير. وكمان بيغني أغاني كتير وبيعيد الكلام، أي كلام بنقوله بيعيده بيقلدنا يعني. إيه رأيكم؟ بيقلص علينا. طب يلا نيجي نفتحها بقى سوا. يا ماما. لا احنا عايزينه يقول المقدمة اللي بيقولها الأول. هنفتح تاني، نقفله كده ونفتح تاني. يلا نلعب معاه. بيعيد الكلام تاني. طب اضربيه كده على ايده. على رجليه. تعالي نمسك دي شوف هيعمل ايه. انت عم تمسك اطفري رح افسي. لا عيب عيب عيب. واو، وقفت على اصابع رجليني. دي كده كده. ايوه واو، وقفت على اصابع رجليني. وقفنا على صوابع رجليه. عم تمسك اطفري. طب نمسك ودانه بقى. دي قصة يا صاحبي. خدي علامة الحرية. مشهور زهرة حوادث، الصحة بيها طماطم كل ما. يلا نمسك ودانه التانية دي كده، امسكيها. فرفر ابتعدك. طيب دي قصة، دي قصة بيحكي لنا. نسمع الأغاني. واو جميلة. بيعيد الكلام بتاعنا تاني. استنى. دي اغاني جميلة قوي.
دي أغنية تانية. دي بأغنية بالإنجليزي. ده هندي ولا تركي ده؟ هندي. أغاني كتير قوي، ده فيها أغاني كتير قوي قوي يا أصحابي. دي قصة. دي قصة بقى، نسمع القصة؟ لا لا معلش سوري، مسكت ضوافرك. معلش سوري سوري. يوم من الأيام كان في ناس مسافرين على مدينة، كان فيها تسونامي، فضاعوا بعض. شوفي قصة. نضربه ببطنا؟ جميلة جميلة قوي. طب ايده؟ اي 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 كلمي كلمي علشان يقول الكلام تاني. اهلا يا توم ازيك. اهلا يا توم ازيك. بيعيد الكلام تاني. بيعيد الكلام تاني. نضربه نضربه على كتفه. نضربه على كتفه. الله ده جميل قوي. الله ده جميل قوي. يلا يلا قصة. يلا نسمع. دي بقى أغاني علشان الأطفال الصغيرين بيحبوا يسمعوا الأغاني ويرقصوا عليها. ده جميل قوي قوي يا أصحابي. خلاص خلاص مش هقف على صابع رجلي تاني. جميلة جميلة خالص. ده انت يتوم لعبة جميلة خالص. الأسد بده يصير طويل، ويني بده يصير طويل دايما بيسأل إمه، راح أطول وأكبر، بعدين إمه راحت تقيس قديش صار طوله، وإمه حكت له أنت هسه صرت أطول من قبل. الأيام مضوا والأسد حس حاله قصير وركض لإمه وحكى لها ماما. دي قصة حلوة قوي. شفتوا يا أصحابي مش بقول لكم ممكن نسمع منه قصص حلوة كتير؟ خلاص يا توم. خلاص يا توم بقى. جميلة. خلاص يا توم خلاص يا توم. خلينا نسمع. ده جميل خالص توم ده. ده انت عايزه تسمعي قصص بقى. طب احنا نخلي عايزين نسمع اصحابنا كل الحاجات اللي بيقولها. خلي القصص وقت تاني. مشهور صح. نسمع اغاني. سوسو السلحفاه. دي حكايه سوسو السلحفاه. سعيده حياه السلحفاه من كتر ما هي طويله وظريفه. السلحفاه الظريفه كانت دايما بطيئه. بطيئه زيك كده يا توم. انت بطيء قوي. بس يا توم. خلاص يا توم. خلاص ما قلناش هنضربك يا توم. واو. سوسو السلحفاه السني. يوم من الايام كان في ناس ايه دي اغنيه؟ اغاني عربي واغاني اجنبي كمان، في الاثنين. وده تركي. وده انجليزي.
ده لعبة مسلية قوي قوي. عشان بمسك ديله. هي توم ماسكه بس ديلك يا توم. انت عم تمسك اطفري رح تفلي. ثاني افي افي ايش في يا توم؟ لا 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 كده عيب. انت بتقلص علينا ليه؟ قلص علينا ليه؟ دي جميل قوي توم ده. قصة. لا احنا عايزين نتكلم معاه. احنا عايزين نتكلم معاه. انت عم تمسك اطفال. خلاص خلاص. لا 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 ايه فيه؟ واو وقفت على اصابع رجلي. ده اصابعه كم؟ 1 2 3. عنده 3 صوابع، كل رجل فيها 3 صوابع. بقول لك انت ماسكه صابع رجليا ليه؟ 3 صوابع، كل رجل فيها 3 صوابع. بقول لك انت ماسكه صابع رجليا. جميل جميل خالص. جميل جميل خالص. شغلي اغنيه. انا عايزاكم بقى يا اصحابي، عايزين نقطم، عايزين نخليه توم يكلم اصحابنا ويقول لهم اشتركوا في القناه. ايه رايك؟ ايه رايك؟ احنا قولي له. يلا قولي له اشترك. واو استني لما يقف خالص. اشتركوا معانا في القناه. اشتركوا معانا في القناه. واكتبوا لنا في التعليقات. إذا كانت اللعبة بتاعتنا النهاردة عجبتكم ولا لأ؟ إذا كانت اللعبة بتاعتنا النهاردة عجبتكم ولا لأ؟ وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو. تعملوا لايك وشير للفيديو. باي باي أصحابي. باي.